gonna do this. جامعة القاهرة English Section Major Economics Final Public Administration. ملك محمد عندي 18 سنة بدرس هندسة كمبيوتر. يارا وحيد عندي 24 سنة محامية مصرية. اسمي بسنت شريف. DC graduate من Business Informatics. سنة 22. اسمي مارينا شكري عندي 21 سنة بدرس كلية تجارة English جامعة عين شمس. هايدي مجدي 23 سنة اتخرجت من بزنس ادمنستريشن الاكاديميه. وطلعت عندي 27 سنه متخرجه من كليه اعلام انجلش قسم اذاعه وتلفزيون وبعمل دبلومه في الاعلام. اكتر حاجه بقولها بصراحه ان انا نفسي اعمل حاجه لدار الايتام عموما, اعمل لهم حاجه مختلفه. في اماكن كتير قوي في مصر جميله بس مش معروفه. ممكن استخدم التصوير لان انا درست تصوير قبل كده, ان اصور الاماكن دي واوصلها للناس, لان انا شايفه التصوير ماركتنج مهم قوي. اقدم حاجه لمصر, اقدم حاجه للمراه. يعني دلوقتي اقضي على الجهل والفكر او القولبه الستيريوتايبنج عامه, ان هو بيحط الست في مكان معين كهاوس وايف او زوجه في البيت. ان انا اكتر حاجه هبتدي اعملها وهمشي فيها ان شاء الله ابتدي اتواصل مع المسؤولين عشان اعمل منظمه عشان يبتدوا يهتموا بالمشروعات الصغيره اللي بتركز على تصدير الحاجات البسيطه جدا, اللي هي الحاجات اللي بتيجي من حواليك البلاستيك وحواليك الورق, الحاجات اللي هي الريسايكلينج اللي احنا بناخدها, ان احنا بلد غنيه جدا في القمامه. فانا عايزه الحاجات دي اعمل لها ريسايكل. فكره الناس عماله تجامل ان هي بس حد بيتصور. احب اعمل خير واوري للناس انه في حاجات كتير قوي كمان في مصر ممكن تتعمل, وان مصر بلد اجمل من بتطلع في الصور. عايزه يبقى ليا مشاركات في المجتمع, يبقى ليا دور يعني, وامثل مصر خارج مصر. طبعا ده اصلا يعني الفكره الاساسيه في ميس ايجيبت. اروح اللي هو الاماكن اللي ما بيوصلهاش اي حد خالص, ما حدش يعرفها خالص, بالسوشيال ميديا اخلي الناس تعرف. اروج السياحه لمصر عن طريق الدعايه والاعلان, عن طريق اشوف ايه احسن اماكن في مصر واخليهم يجوا يزوروها. وزي ما قلت ان احنا عندنا ثقافات كتير زي الحضاره الفرعونيه والحضاره الاسلاميه. مصر القديمه كلها دي فيها حاجات حلوه جدا. ونفسي كمان اعمل حاجه للبيئه, ان انا ازرع قدام كل بيت شجره بحيث ان انا ازود الاكسجين في الجو. بطلع ادوبشن يعني للقطط والكلاب, بجيبهم من الشارع بحميهم وبنضفهم وبوديهم لناس اونلاين وبيتاخدوا. فهو ده الملف الرئيسي اللي هفيده للمجتمع, يعني دي حاجه هتفيدنا جدا. لو عايزيني في حاجات ليها علاقه بالمجتمع, زي مثلا ان انا اوعي المجتمع في قضايا معينه, او اشجع جزء من المجتمع على قضية معينة, أو إن هم إزاي يحلوا مشكلة, أو إزاي إن هم يتكلموا في موضوع معين, ده هيبقى دوري.